وجهة نظري الشخصيه ان الدوري فيه عناصر مميزه بس كلها شبيهه باللي موجوده في النادي الاهلي باستثناء عنصر واحد، هو اللي هو عنصر واعد. يعني انا ما بقولش ان هو حاجه كبيره جدا، انما هو عنصر واعد، يعني مع الوقت هيبقى من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، هو طاهر محمد طاهر. انما باقي العناصر كلها شبه بعض، يعني حتى اللي موجودين جوه النادي الاهلي ممكن يبقى عندهم افضليه لو لعبوا في فرق تانية، بيبقى عندهم الأفضلية عن اللعيبة اللي موجودين بره النادي الأهلي. فأنت هتجيب مين؟ أنت ما كنت بتجيب الأول لحد 2008 أو 2009 كنت بتعمل إيه؟ أنت ابتداء من 2004 بدأت تجيب مين؟ تجيب اللعيبة الدوليين أو اللعيبة اللي كانت بتلعب في النادي الإسماعيلي وعندهم مشاركات أفريقية كبيرة ولعبت على المستوى الدولي وخدت بطولات وليهم تأثير كبير وأسمائهم كبيرة. جبت بركات أحسن لعيب في الدوري السعودي، أحسن لعيب في الدوري المصري، جبت عماد النحاس أحسن مدافع في مصر، جبت إسلام الشاطر. اعتمدت الوحيد اللي جبته وعنصر هو اللي فاجأك وضرب معاك بشكل كبير جدا، وهو ده فعلا اللي كان مفاجأة لكل الناس، هو أبو تريكة. فده شيء استثنائي، انما انت اللعيبة الدوليين اللي هتقدر تشتريهم قول لي مين اللي هتقدر تشتريه دلوقتي. السنة اللي انا دخلت فيها انا واحمد حسن، احمد حسن جاي من اندرلخت، حسين ياسر محمدي جاي من الدوري البرتغالي، حسين علي كان احسن لعيب نص ملعب في مصر جايب 2 فراوده، كان هاني العجيزي زي طاهر محمد طاهر كان لسه طالع وكان من العناصر المبشره، احمد حسن دروجبا كان لعيب دولي وهداف الدوري موجود. فانت كنت بتجيب عناصر موجوده، اللي كمل منهم كام واحد في النادي؟ هتلاقي الدوليين.